يشرفني ويسعدني أن أرحب الآن بكلمة تونس. شكرا جزيلا أصحاب الفخامة. قامة الرئيس رئيس جمهورية مدغشقر ورئيس السوق المشترك للشرق والجنوب الإفريقي، فخامة الرئيس أخي العزيز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيدة الأمينة العامة للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي، أصحاب الفخامة معي، حتى السادة والسيدات، ربما تفصل بيننا أو يفصل بيننا فوارق التوقيت وتفصل بيننا آلاف الكيلومترات، ولكن توحدنا أهداف وأحلام مشتركة. أود في البداية أن أتوجه بعبارات الشكر والتقدير لفخرام رئيس جمهورية مدغشقر على الجهود المتواصلة التي بذلها طيلة مدة رئاسته للمنظمة، وأن أتقدم بصادق التهاني وأخلصها لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية على رئاسته أو التي بدأت اليوم. كما أعرف اعتزازي الكبير شارك في القمة 21 لمؤتمر رؤساء دول حكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا، وهي أول مشاركة لتونس بصفتها عضوا في هذه المنظمة الموقرة ذات الأهداف النبيلة التي كان عدها فخامة الرئيس السيد الفتاح السيسي. وبهذه المناسبة أود الإعراب عن حرص تونس على تكريس مبادئ الإنماج الإفريقي وتعزيز التعاون جنوب جنوب، وعلى استعدادها التام للمساهمة الفاعلة في الارتقاء بعلاقات الشراكة والتعاون مع دولي شرق وجنوب أفريقيا إلى أفضل المستويات، بما يساعد على تحقيق اندماج حقيقي بين بلدان وعلى تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية.